انا كان عندي سياره كراون موديل 88 احبها حبا جما. يا سلام كراون كراون موديل 88 فخمه رويال. لكنك عاقل ذيك الايام هب رعتها في حيط ولا لا؟ لا متزوج اشوى شوي زين للكراون ما شاء الله. كراون موديل 88 رويال الفخمه هذيك والله وكانها مرسيدس من فخامتها. ها المهم ذاك اليوم احبها يعني ما زلت احبها يعني ذيك السياره ما زالت لها في قلبي مكانه. يعني شوف شريت بعده سيارات كثير الا ان هذيك السياره لها وقع في نفسي سبحان الله. المهم ذاك اليوم الظهريه كنت في الروضه كنت ساكن في الروضه وجاي مع اشاره شارع انكاس اللي هو شارع خادم الوليد بطلع بقطع طريق الملك عبد الله. نعم طلعت مع الاشاره اللي يجيني ذاك الواحد يمشي 3000 دوله الا الله قاطع الاشاره الرجال وداق فرامل. انا ما وعيت اسمع صرخة الفرامل ودق في الرفرف اللي وراه وده وش اسمه ولف الموتر عندي واعود واصدمه. يوم افقت يا والله سيارتي راحت انعدمت راح. هل انت تحبها؟ راحت الله. يعني كونها الان يعني ياخذون عليه ما ادري كم غرامه 6000 3 او 6 يعني غرامه مثل هذه والله انه مجدي. نعم يعني لا لا طيب افرض انه وهو اخذوه المستشفى وجالس عاف وخذوه المستشفى بالله. طيب تخيل انه جاء اعاقه تخيل انه مات تخيل ان العائله اللي قدامه او الشخص اللي قدامه توفي. يا سلام هل اهون عليه الغرامه ولا اهون عليه ذا الحادث؟ لا والله الغرامه هون. هالحين لما شفت الاشاره اللي فيها ساهر من يوم تولع صفره وانت متزهد وداق. نعم لذلك انا اقول نعمه حتى انت الحين اللي صارت الاشاره لك وهي فيها ساهر انت تقطعها وانت مرتاح تضمن ان ما حد طالع عليك يصدمك. لا صح تعدي يعني تمشي لما صارت لك الاشاره تمشي وانت مرتاح ضامن ان ما بجايك واحد صح. من هناك يمشي له صح. نعم 3000 نعم الله يجزاك. في ملاحظه الكل يستفيد منها يا اخوان الان في